مساء الخير. والله أحس إن أنا صرت غريبة على التليفون، وغريبة أصلا على اللايفات، وغريبة على دخول اللايفات. آخر مرة دخلنا لايف يمكن كان قبل 3 شهور يمكن تقريبا، سوينا فيه لايف دردشة بزنسية. كثير متحمسة أكون معاكم في هذا اللايف، كثير متحمسة بعودتنا وبضيفنا لليوم، و ما نضيع وقت كثير عساس نستغل كل الدقائق المهمة عندنا عشان نتعلم بعض المعلومات الجميلة عن موضوع الاستثمار. وللأمانة اخترت موضوع الاستثمار بشكل خصيصي لأن انتبهت أن نعم نتكلم عن التجارة بشكل كبير، ولكن هنالك من كثيرون يجهلون موضوع الاستثمار. فضيفنا لليوم هو أنسب ضيف ممكن يكلمنا عن مفهوم الاستثمار، أنواع الاستثمار، كيف نقدر ندخل أصلا الاستثمار، هل هو للجميع، وكثير راح نتحاور عن هذه الأشياء. فضيفنا إن شاء الله أنا أشوفه إنه دخل معانا هني. حمزة لو أشوفك. أوكي فيو ريكوست، ليتس جو. السلام عليكم. صوتي واضح؟ وي مزيان، كيسمك مزيان. كيف حالك؟ والله لا بخير، الحمد لله بخير. أول شيء أنا أحب أقول لك إن شكراً 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 على تواضعك لقبولك لدخول هذا اللايف معاي عشان نحاول نفيد ونعلم أكبر عدد من الناس، وناخذ هذه الدقائق من وقتك عشان بس نعلم ناس بعض من علمك وبعض من الأشياء الجميلة اللي عندك. فشكراً لقبولك لهذه الدعوة. مرحباً وسهلاً، والله يقدرنا إن شاء الله نكونوا قد مقام ديال الناس، نقدم لهم العمس اللي تكون فيها افاده لهم. وكبدايه بغي نقول انه ان اصبنا فمن عند الله سبحانه وتعالى، وان اخطانا فمن انفسنا، والله يقدرنا نقدم لكم احسن معلومات اللي تكون فيها فائده على الجميع ان شاء الله. مرحبا وسهلا وشكرا مره على الاستضافه. ان شاء الله باذن الرحمن. اخوي حمزه، نبلش في البدايه، لو تعرفنا عن نفسك، عرفنا من هو حمزه الشاب، ثم من هو حمزه اليوم الذي ينظر عليه الناس، خلينا نقول إنه الأستاذ حمزة المستثمر المبدع في مجاله، لكن قلنا أول شيء حمزة الشاب كيف كان وكيف أصبح؟ بداية قبل من نقوم بالتعريف ديال الناس الإخوان والأخوات الحاضرين معنا في هذا اللقاء، ولا خلينا نسميه كما كنبغي نسمي لقاءاتي دائما بأعراس فكرية بأعراس ثقافية، هذا بمثابة عرس ثقافي فكري تبادل بين مجموعة من الثقافات هنا متواجده. ولكن غادي نحاول نقول انا غادي نحاول نتكلم بالدارجه المغربيه، واذا كانت شي حاجه جاتك صعيبه ما فهمتيهاش رفع يدك ونحاول نشرحها لك باللغه العربيه باش يسهل تكون واضحه. نفضل نتكلم شوي باللغه البيضاء، خلينا نقول اساسا بس لان عندنا متابعين من جميع الدول فيكون الكلام واضح بالنسبه لهم، فنتكلم اللغه الدارجه البيضاء. مرحبا. مي اذا كانت شي كلمه ما واضحاش نساعد ديك الساعه عاد نوضحها ببياض اكثر او ببساطه اكثر. الوغ بدايه الاسم ديالي زريمط حمزه، ولا شاب مقاول مستشار في الاعمال والتسيير المشاريع. ومي كنتكلموا على التجربه ديالي البسيطه المتواضعه اللي دائما كنحاول انني نقوم باش نطور نفسي دائما، حتى شي انسان في هذه الكره الارضيه ما انه وصل لواحد المستوى يقول انا وصلت لواحد المستوى، هذا هو التعريف الاخير والاول ديال كل انسان. فالحمد لله قمت بمئات من المحاضرات في مختلف الجامعات المغربيه داخل الوطن ولا خارج الوطن. الهدف من هذه اللقاءات اللي كنكون في التواصل مع الشباب، وانا كنحاول نعاونهم، كنحاول ان نشجع الطلبه بالدرجه الاولى، حيث كنعتبر الطلبه والطالبات هما الفئه المثقفه ديال كل البلاد وكل في كل مكان في بقاع العالم. هذه المحاضرات كانت الغرض منها انني نقوم بتشجيع الشباب لخلق الفرص، وماشي فقط الانتظار الفرص يجيو عندنا باش نديرو مشروع. فالدور ديالي كنحاول نكون نزرع هذيك بصمه امل وهذيك بصمه مثابره واصرار باش الشباب يقوموا بخلق مشاريعهم ولو بامكانيات ماديه خجوله. ولهذا الغرض دائما على مدار السنه كنحاول نكون نعطي نصائح سواء في الانستغرام او لو في المواقع التواصل الاجتماعي بصفه عامه او لو في محاضرات. هذا الغرض كامل باش نحاول نذكر نفسي اولا بالاولويات والاهداف اللي خاصني نقوم بها كمستثمر، كباحث في هذا المجال، كالمتعطش للمعلومه في هذا المجال،
كان شاركها مع الشباب اللي حتى هما كذلك متعطشين بهذا المجال. فاليوم ان شاء الله اللقاء ديالنا غادي نحاولوا كما اسلفتي بالذكر، غادي نحاولوا اننا نتكلموا ونهضروا على مفهوم الاستثمار بصفه عامه وبصفه خاصه لكل شخص ان شاء الله معنا في هذا اللقاء، ومن جهه اخرى غنحاولوا نتكلموا حتى على مفاهيم والانواع وكل امر. أخويا فبصفه حمزة، عامه أول شيء أنت هربت من السؤال الأساسي، من هو حمزة الشاب؟ حمزة كيف الشاب هو اكتشفت أن أنت تحب المقاولات؟ كيف اكتشفت أن أنت تحب الاستثمار؟ من هو حمزة الشاب؟ اوكي حمزة الشاب هو حمزة شاب اللي حامل لواحد الفكر لا يؤمن بالمستحيل، لا يؤمن بأنه شيء صعب تحقيقه إذا كانت الإرادة قوية. حمزة هو واحد كائن بشري كجميع الكائنات البشرية في هذا العالم، فقط اللي كيميزني هو أنني الإصرار والمثابرة في أي الميدان، في أرض الميدان. الدراسات ديالي كانت من كما في المغربية كنقولوا التحضيري، التحضيري هو السنة الأولى من الدراسة في الابتدائي، من الابتدائي إلى سنة إلى الماستر خرجت المدرسة العمومية المغربية، وكنت الحمد لله بالموازاة مع الدراسة ديالي كنحاول نقوم بخلق فرص ريادية، خلق فرص استثمارية، ونتكلم على هذه النقاط إن شاء الله في اللايف ديالنا إن شاء أخوي الله. حمزة، أنت ذكرت نقطة جدا مهمة. في ناس يقولون لك إن من أجل أن تنجح عليك أول شيء أن تنجح بذاتك، بعدين تساعد الآخرين للنجاح. وكون إن طبعا إحنا نشوف شاب، أنت عمرك 25 عام صح؟ الآن دابا 27، دابا دخلنا على 27 الحمد لله. 27، يعني عمرك 27 عام، وأخذت على عاتقك مهمة. وأنت من أول ما تكلمت في اللايف أنت لا تتحدث عن ذاتك، وهذه هي من صفات القائد المتواضع، لكن أنت تتحدث عن الشباب. فيقول لك من أجل أن تنجح يجب عليك أن تساعد نفسك ثم تساعد الآخرين. لكن طبعا أنت ما شاء الله عليك أشوف فيك غاية التحفيز، يعني كأنك أنت ماسك راية أن أنا راح أعلم أكبر عدد من الناس وأثقف أكبر عدد من الناس. من وين تجيك هذه، خلينا نقول، المسؤولية؟ المسؤولية هو واحد كما تنقول واحد الفكر اللي كيبان من الطفولة. أنا الطفولة ديالي كانت واحد الطفولة اللي شيئا ما صعبة، كنت كندخل دائما نحاول نخلق أفكار اللي ماشي كلاسيكية كأفكار اللي كتكون عند جميع الشباب. الهم واحد أنني نكون نسخة مطابقة للأصل لمجموعة الناس، هذا أنا ضد هذا الفكر من الطفولة، هذه الطريقة التفكير اللي خلاتني نطور ذاتي وماشي ونرفض أنني نكون مستخدم او لا موظف في شركه معينه او لا خاصه او لا عامه. هذا الغرض كما اسلفت بالذكر قلت لك بالموازاه مع الدراسه ديالي كنت قمت بانشاء اول شركه، ومع الثانيه والثالثه فالحمد لله كنقدموا خدمات استشاريه، خدمات تسيير المشاريع، ومن بين الزبناء ديالنا ماشي فقط في المغرب، فمن ربوع العالم، مختلف الديانات، مختلف الثقافات، مختلف الاعراق والاجناس. وكما قلت لك هاد الاهداف اللي الحمد لله وصلنا لها ماشي فقط بوحدي، انا فقط جزء من الفريق، رغم انني كنت مؤسس لهذه النظره العامه اللي كنخدموا بها ومجموعه الامور، ولكن دائما الفريق هو جزء لا يتجزأ من نجاحات ديالنا سواء الصغرى او الكبرى. فوالا ما شاء الله، كم عدد الشركات اللي عندكم الان إجماليا؟ الحمد لله ثلاثه، ثلاثه 3 شركات. ونطاق النشاط التجاري لهذه الشركات؟ لا كاين في لامبوغ الاكسبوغ التصدير والاستيراد، تنظيم الحفلات والمؤتمرات وكل ما يخص ليفيمونسيال الايفنت، والثالثه في تقديم استشارات ونصائح تدبير الشركات وكل ما يخص رياده الاعمال. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب ندخل الآن في موضوع اللايف. إذا بنتكلم أخوي حمزة، خلينا نتكلم بعقلية شخص جديد، شخص مش عارف شنو تجارة، شخص مش عارف إيش يعني هذا المجال. حاب تشرح له بكلمات جدا مبسطة مفهوم الاستثمار، ماذا يعني؟ قبل ما نتكلم على مفهوم الاستثمار بصفتي باحث في هذا المجال، فمن المنطقي اننا نتكلم على دوافع الاستثمار اكثر من نتكلم على المفهوم الاستثمار بالنقطه الثانيه. فمن اهم دوافع الاستثمار، وهذا من الامور اللي المشاهدين غيحاولوا يستافدوا منها وياخذوها بعين الاعتبار، من خلال اهم دوافع الاستثمار كيكون بعض الناس اللي كيبغي يغير من الوضعيه ديالو، مثلا الثراء السريع او لا الثراء الدائم او لا جميع انواعه. مثلا من بين دوافع الاستثمار هو واحد الشخص كيبغي يغير من طريقه العيش ديالو. من دوافع الاستثمار هو انه الانسان كيشوف واحد الاخر دار واحد الاستثمار وهو كيدير استثمار موازي او لا مشابه له بطريقه
كما تنقولوا بطريقه عمياء، داك التقليد الاعمى. هذا حتى هو من دوافع الاستثمار اللي كتقدر تكون فيها نتيجه سلبيه على بعض الناس. من بين دوافع الاستثمار كذلك هو داك الاستقرار المالي، الاستقرار المالي عند الناس، انه كيبغيو يوصلوا واحد الاستقرار المالي، كيكون عند دوافع باش يستثمر فيهم. كذلك من بين دوافع الاستثمار كنلقاو انه التقدم ديال الحضارات او التطور ديال التكنولوجيا. ما يمكنناش اننا نشوفوا العالم كيتطور تكنولوجيا وكنشوفوا مجموعه من المجالات اللي يوم على يوم كتزدهر، وحده مثلا بقاو مكشوفين الايدي وكنشوفها كتزدهر. فهذا كيكون احيانا دافع لبعض الناس الاستثمار في البورصه او غيرها، مجموعه من الامور اللي كتطور بمسائل اخرى. اخر حاجه نختم بها من دوافع الاستثمار هو التفاؤل او التشاؤم. احيانا التشاؤم كيكون دافع من الاستثمار، والنتيجه ديالو كتكون انتقام للشخص نفسه. كنوجه رساله للاشخاص اللي كيكون عندهم دافع تشاؤم كدافع اول استثمار. مثلا واحد الانسان اللي قام بانشاء واحد المشروع معين وهذاك المشروع فشل فيه، وبتشاؤم هذيك الحرقه وذاك التشاؤم كيخليه انه يقوم باستثمار في مشروع موازي له بلا ما يعرف شنو هو السبب الاول اللي خلاه يفشل في المشروع الاول. فقط كما تنقولوا كيبغي انه يدابز، ولا كيبغي انه يتعارك مع مبادئ الاقتصاد. وهذا الدافع تشاؤم في الاستثمار لاجل الانتقام للربح ما قم بخسارته سابقا، هذه من اخطر دوافع الاستثمار اللي ما نبغيش الناس انهم يكون عندهم هذا المنطلق ديال التشاؤم. فهذو بصفه عامه من بين دوافع الاستثمار. نرجع لمفهوم الاستثمار. بالنسبه لي مفهوم الاستثمار هو واحد العقليه. الاستثمار بالنسبه لي هو عقليه اكثر من صيغ ومن اسس ومن مبادئ استراتيجيه. الى ما كناش كنتكلموا على الاستثمار بشقه الفلسفي وبشقه المايند سيت والعقلي ديالو ما يمكنناش اننا نهضروا عليه، ولكن اصطلاحا ولغه وكل ما جرى، فالاستثمار هو ان الفرد كيهز واحد القدر، يحمل واحد القدر من المال وكيحطه في مشاريع معينه، سواء في العقار، سواء في البورصه، سواء في تنظيم الاحداث والمهرجانات او الحفلات، سواء في صناعه واحد براند ديال الملابس، وفي قطاعات مختلفه سواء في الفلاحه او غيرها من الامور. فالاستثمار اذا ما كانش بشقه المنطقي اننا نحطه وتكون عندنا واحد طريقه التفكير، انا بالنسبه لي الاستثمار من خلال تجربتي هو طريقه تفكير اكثر واحسن من طريقه اننا نهزوا المال من منطقه معينه ونحطوه في معينه منطقه معينه اخرى. فهذا هو تعريفي الخاص للاستثمار، انه طريقه تفكير اكثر من طريقه وضع مال من نقطه A الى نقطه B، او من المحطه الاولى للمحطه الثانيه. أخوي حمزة، أنا كثير أحب أشكرك على تكرارك لكلمة دائما تقولها، اللي هي أنا باحث من وجهة نظري وهذا ما أرى، لأنك تنظر طبعا. أن كل إنسان ممكن ينظر للموضوع من زاوية مختلفة، فأنا أحييك على هذا المبدأ، وأنت تشجع طبعا. الأفراد على التفكير المنفرد. يا جماعة اللي معنا في اللايف، إذا عندكم أسئلة تقدرون تضعونها في الكويشن بوكس تحت، عندنا 10 دقائق الأخيرة من اللايف راح تكون الإجابة عن أسئلتكم، الأخ حمزة راح يجاوب عليها إن شاء الله. طيب أخوي حمزة، الآن أنا راح أفكك الكلام اللي أنت قلت لي إياه لمفاهيم، وأحب تسترسل فيها بعض الشأن. أنت قلت الاستثمار هو أن يكون لديك قدر من المال، صحيح؟ طيب هل يفرق من وين جبت قدر المال؟ لأن بعض الأشخاص عندهم مفاهيم أن من أجل أن تكون مستثمر يجب عليك أن تمر بسلسلة التاجر، أنت تاجر تأخذ أرباح التجارة ثم تستثمر، ولكن أنت ما قلت تكون تاجر بعدين تستثمر، أنت قلت يكون عندك قدر من المال. فممكن توضح لنا هل يجب على الإنسان حتى يصل إلى مرحلة الاستثمار أن يمر بمرحلة التجارة، وما هو الفرق ما بين التاجر والمستثمر؟ اوكي، التاجر ولا المستثمر فرق بينهم في طريقه التعامل مع المال بحد ذاته. التاجر كياخذ واحد السلعه معينه، مثلا سلعه معينه، اي سلعه، مثلا كتاب، كيشري مثلا كتاب معين للغرض انه يربح فيه واحد القدر من المال كهامش ربح. هذه عقليه التاجر، اوكي. لكن عقليه المستثمر، نبقاو في التاجر هو الاول، نكملوا كاع التفاصيل ديالو. التاجر كيكون الهدف ديالو كياخذ واحد المنتوج معين وكيبيع لاجل واحد الهامش ربحي. زائد التاجر، عقليه التاجر هو انه كيحاول ويحاول انه دائما يبدا
اول قرار بالنسبه ليه تيكون هو بيع او لا شراء. لكن المستثمر هو واحد الانسان اللي دائما قراراته الاولى كتكون بديه بالادخار. اول مثلا عنده واحد قدر معينه من المال، اول حركه منه كيبدا بالادخار واحد نسبه معينه من الادخار، 5% او 10% او 20% من المال، وما تبقى يستثمره في مجال اللي كيشوف راسه انه عنده فيه افكار. فرق اخر بين المستثمر والتاجر انه نسبه المخاطره عند المستثمر كتكون دائما عاليه وعنده قابليه للمخاطره اكثر من التاجر. التاجر دائما الحيز النظر ديالو كيكون واحد حيز نظر اللي محدود المقارنه مع المستثمر. التاجر دائما ممكن انه كيتاجر يتاجر في الامور اللي كيفهم فيها. ممكن مثلا نتكلموا على تاجر في الملابس، راه تاجر في الملابس فقط. المستثمر ممكن يستثمر في الملابس، ممكن يستثمر في الفلاحه، ممكن يستثمر مثلا في التكنولوجيا، ممكن يستثمر في قطاعات عامه. وهذا الغرض كيتسمى السيريال اونتربرونور. السيريال اونتربرونور هو انسان اللي كيستثمر في واحد المجموعه من القطاعات، وماشي بالضروره خاصو يكون كيفهم فيهم كامل او لا عنده فيهم معلومات اكثر. لكن التاجر ضروري انه يتاجر في واحد المجال اللي عنده فيها خبره وعنده فيه ادق التفاصيل فيها. اما المستثمر هو واحد الانسان اللي بطبيعته واحد الانسان اللي كياخذ المخاطره، عنده واحد الولوج المخاطره اكثر من التاجر. فهذا تصنيفي ومفهومي الخاص كذلك وقراءتي الخاصه من خلال تجربتي مع التجار وتجربتي مع المستثمرين. هذا هو الفروقات العامه والخاصه بين التاجر والمستثمر. طيب عشان استرسل في كلامك، او خلينا نقول انا اضع خلينا نقول اعاده صياغه كلامك، فهو التاجر يتاجر فيما يدرك وما يعرف وما يستطيع ان يدير، لكن المستثمر ياخذ امواله ويقوم بتوزيعها في مشاريع حتى ان لم يكن يستطيع ادارتها، لانه في النهايه يستثمر فقط ولا يدير العمل. صحيح؟ طبعا. الشيء الثاني، المستثمر نسبه المخاطره لديه اعلى من التاجر. صحيح؟ طبعا. تمام. طيب والتاجر، نرجع الآن للشق الأول من السؤال عشان أنا بس كثير حابة نوضح هذا المفهوم للأفراد. هل يجب، بما أن أنت الآن وضحت لنا إيش الفرق ما بين التاجر والمستثمر، هل يجب لكل مستثمر أن يكون تاجرا أولا ولا مش شرط؟ أوكي، سؤال جوهري جدا. أنا بالنسبة لي المستثمر ممكن يكون تاجر، لكن التاجر صعب جدا انه يكون مستثمر كلاك مون دي دوا ولا بسهوله او بين الليلات وضحاها. التاجر لازم انه يدوز من واحد مجموعه المراحل باش يوصل لعقليه المستثمر. لكن المستثمر فبالطبيعه ولا باغ ديفو انسايد هيم، راه بالداخل ديالو كاين تاجر. نعم، باغ ديفو يعني تلقائيا ولا تلقائيا ولا باغ ديفو؟ باغ ديفو فهمتي، تلقائيا راه. طيب يعني التاجر، نرجع مرة ثانية، التاجر المستثمر سهل انه يصير تاجر ولا العكس؟ هو تاجر يقدر يكون تاجر بالفطرة، تاجر بالفطرة. حيت المستثمر مي قلت لك انه وضع المال ديالو في عدة قطاعات، واحد من القطاعات غادي بالتأكيد غادي يكون عنده علم ودراية وتفاصيل عليه دقيقة، حاط فيه مال فيتاجر فيه ومستثمر في عدة أمور أخرى. طيب لكن التاجر لكن التاجر لازم هو مجموعه من المراحل الخطوات يمر منها باش يوصل للعقليه ديال المستثمر او لا يوصل للمستثمر. طيب لنفرض الان جوك اثنين، واحده اسمها عزه والثاني اسمها حمزه. عزه قالت لك انا عندي فلوس وانا حابه الربح السريع، انا حابه اكون اكون ملياردير، انا حابه اكون اغنى انسان في الدنيا في العالم، لكن يا اخي انا ما عندي خبره تجاره، يا اخي انا ما اعرف ادير مشروع، ما اعرف اسوي اي شيء، ايش تنصحني؟ وجاك حمزه قال لك والله يا اخي انا شاطر في التكنولوجيا، انا اعرف ادير التكنولوجيا وعندي مصدر من المال، ايش تنصحني اسوي؟ بماذا تنصح عزه او بماذا تنصح حمزه؟ من هم المستثمر ومن هو التاجر؟ تخبي الوغ انا اعطيك تفاصيل كيفاش كنقوم بالتفاصيل مع الزبناء ديالي. كيجيو الاسئله دائما يوميا ونقول لك كيفاش طريقه الاجابه ديالي والايكيب كامل كيفاش كنخدموها. انا كنعطي استشارات،
كيجيو ناس يحجزون معي استشارات في الإجابة على هذا السؤال بالضبط. عندي مال بغيت نقوم باستثماره كيفاش كندير؟ أنا شخصيا أولا قبل الإجابة على هذا السؤال لازمنا أنا وعزة وأنا وحمزة خصنا على الأقل 3 حصص. الحصة الأولى نفهم عقلية عزة وعقلية حمزة، أوكي، نفهم عقليتهم، نناقشوا في مجالات، نناقش معاهم في مجالات اللي بعيدة عن الاستثمار، مواضيع عامة. الحصة الثانية نتكلم معهم انهم شنو هي الامور اللي قريبه للشخص ديالهم، وشنو هي الامور اللي بعيده على العقليه ديالهم. الحصه الثالثه كنحاول نشوف انه نسبه المخاطره والالتزام، اهم حاجه الالتزام. من بعد هذه الحصص كنعطيهم، نعطي حمزه ونعطي العزه يقوموا بواحد التمرين، واحد تيست، يدوزوا بواحد اجابه على واحد مجموعه الاسئله في واحد البرنامج، يقوموا بواحد الاجابه على الاسئله باش كنعرف بالتفاصيل انه هذاك الملاحظات اللي كتبتهم في الحصص الاولى كيفاش داير الشخصيه. كنحاول نفهم الشخصيه العامه والخاصه ديال عزه ولا حمزه. من بعد اون فوا ولا فاش كنعرف اللحظه، فاش كنعرف الشخصيه المعينه، وكاين انواع واشكال ديال الشخصيات، حيت انا اؤمن هذه طريقه عملي الخاصه. انا ما كنعطيش نصائح بطريقه عشوائيه مشروع معين ا بي سي دي. انا بالنسبه لي وبالنسبه لفريق العمل كامل المنهجي اللي كنخدموا بها، اننا كنحاولوا نفهموا الشخصيه، لانه المشروع معين خاصه الشخصيه المعينه اللي كتنطبق. الا ما كانش تطابق، ان لم يكن تطابق بين شخصيه الانسان بيلوت او الدرايفر مان، السائق ديال هذاك المشروع، كتنطبق مع التفاصيل ديال المشروع، ما يمكنش نوصل لواحد النجاح. فمثلا وصلت مع عزال لواحد شخصيه معينه، مثلا انها الشخصيه اللي اجتماعيه، شخصيه مرحه، عزه واحد انسان، شخصيه اللي تؤمن بالمستقبل، عزه شخصيه مثلا اللي عندها رؤيه للمستقبل وماشي باغي الربح السريع مثلا، جي نامبورت كوا. من بين الامور ديالها نقدر نقترح لهم واحد السله من المشاريع، اللي مثلا المشروع الاول الاستثمار في السندات بعيدة الأمد، مثلا الاستثمار في الفلاحة اللي كتعطي المحصول ديالها تيكون من بعد موسم ماشي يومي أو لا. هذا دونك كنحاول نقدم واحد الباقة من المشاريع اللي عندنا، المئات والمئات من 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 من, من الأمثلة المشاريع. فنوع المشروع اللي كنقدمه العزة كينطبق مع التفاصيل ديالها، هي شخصية كتشوف المستقبل، شخصية كذا كذا. الشخصية الثانية اللي مثلا باغي الربح السريع، باغي انها مثلا واحد مجموعه بتفاصيل شخصيتها كترتكز على انها تشوف مدخول بطريقه سريعه ومدخول في اسرع وقت. كنحاول كذلك نقدم لها مجموعه من المشاريع اللي الربح فيهم تيكون سريع. لكن قبل ما نعطيك مثال ديال قبل ما نعطيك امثله ديال مشاريع اللي تكون فيهم مدير الدخل بطريقه سريعه، خليني نقول للمشاهدين انه باغ ديفو، نرجع باغ ديفو مرة ثانية، المشاريع اللي عندها مديرة بالدخل بعد موسمية أو لا في المدى البعيد، عندها طريقة استثمار المدى البعيد، نسبة المخاطرة فيها عامة كتكون واحد نسبة المخاطرة اللي قليلة بالموازاة أو بالمقارنة مع المشاريع اللي كتكون فيها أرباح سريعة. مثلا نتكلموا على نبقاو في شق ديال البورصه. مثلا البورصه مثلا طرق، كاين سكالبين، كاين انتراداي، كاين سوينغ، كاين عده طرق للاستثمار. فالانسان اللي كيقوم بالسكالبين يبيع ويشري بطريقه سريعه، صحيح ان الربح تيكون لحظي، يربح او يخسر، ولكن حتى المخاطره كتكون لحظيه. وهنا كيصعب دراسه المخاطر او التحكم في المخاطر اذا كنتي كتخدم بالطريقه السكالبينغ او فتح صفقات سريعه، ولا كانت عندك العقليه ديال الاستثمار على المدى البعيد فهنا امر اخر. فعامه هذا هو المبدا او التحليل المنهجي اللي كنقوم به قبل ما نعطي استشاره او نعطي واحد النصيحه او واحد المواكبه لواحد المستثمر او التاجر. اهم شيء بالنسبه لي هو التطابق الشخصيه مع طبيعه المشروع. اذا ما كانش التطابق يستحيل اننا نكونوا نهجنا واحد المنهج علمي، واحد المنهج اللي كنعطيو قراراتنا بازيا او لا محكمه بتفاصيل اللي هي تكون ضروريه واساسيه. فعامة
هذا هو المنهج الفكري اللي انا كان امن به واللي كان خدموا به جميعا. ما شاء الله مبين عليك وفريق العمل طبعا اكيد اللي معاكم مبين عليكم الخبره، لان طلعتوا منهجيه من اجل اصلا ارشاد الاخرين، وتاخذون الموضوع بمسؤوليه جدا كبيره، ان حتى النصيحه ما طبعا تكون عشوائيه، كل نصيحه تختلف على كل انسان على حسب اصلا طبيعته وبيئته وتفكيره واهدافه وكل شيء، وهذا هو الشيء الصحيح بصراحه. فاشكركم على هذه الامانه. انت ذكرت في نقطه رقم 2 لما تقوم بتحليل الافراد من اجل اعطاء النصيحه، هي رؤيه مستوى الالتزام ومستوى المخاطره. في ماذا يهم طبعا معرفه الالتزام والمخاطره؟ كثير حابه نركز في هالنقطه اللي نذكرها. نعم السؤال ليش يهم كثير لما انت تيجي قبل ما تعطي الاستشاره لاي احد بيدخل في مجال الاستثمار، اي خط الاستثمار الافضل له او التجاره الافضل له، ان نركز على مبدئيه الالتزام والمخاطره، ما مدى التزامه كشخص ومستوى المخاطره التي هو مقبل عليها. اوكي، لسببين لا تأس لهما. السبب الاول راجع المبادئ، نحن كافراد كفريق عمل مبادئنا اللي هي واحد المبادئ اللي خليني نفتخر بها ونقول الى يومنا هذا لا مثيل لها. مثلا من الخدمات اللي كنقدموها تقريبا هذه 4 سنوات وعندنا مجموعه من الخدمات، ولهذه 4 سنوات كامله ياك لم يسبق لنا قط ان قمنا بصرف ولو دولار واحد في الاشهار. عمرنا ما درنا الاشهار لخدماتنا الإشهار يعني سبونسوريزي في ترويج؟ الارض ولا نعم الإشهار يعني ترويج؟ ترويج لخدماتنا في الادز، جوجل ادز ولا الفيسبوك ادز والاشهارات في الانستغرام والامور، لم يسبق لنا نهائيا ان قمنا بترويج اشهار لخدماتنا. خدماتنا اي زبون تيكون راضي على جوده التعامل والتفاصيل التعامل معاه هو نفسه كيصبح سفير لنا، ماشي فقط زبون معين. هذه النقطة الأولى، هذا أور بزنس موديل يندرج والأساس المركز ديالو هو الأمر. النقطة الثانية هو التميز في عالم المقاولة. أكيد كاينة منافسة كجميع، إذا مشينا غير إذا مشينا مثلا سوق الخضر كاينة منافسة، عدة أشخاص يبيعون مثلا الخضر بطريقتهم الخاصة والعامة، لكن باش نتميز أنني في واحد سير المشروع كذلك هذوك النصائح خاصهم يكونوا ينطبقون على طريقة عملي أنا مع الناس. تميز نقطة مهمة، نقطة مهمة أكثر من أهمية نفسها. أي مشروع سواء استشارات أو نصائح أو لا، أي مشروع في الإنترنت أو لا خارج الإنترنت لازم يكون متميز. علاش؟ لماذا هذا التميز بالنسبة لي أنا أهم من الأهمية نفسها؟ لانه البشريه بصفه عامه في القرن 21 ولا في هذا العصر ديالنا دابا، البشريه اصبحت وصلت لواحد المستوى ديال الماتوريتي، ولا واحد المستوى ديال كما نقولوا مثلا كناخذوا كاس، كنا ناخذوا مثلا كاس ماء الى حطينا فيه عدد كبير من 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 من, من السكر، كيوصل لمستوى الاشباع، كيوصل لمستوى الاشباع، واي سكر تمت اضافته في كوب من الماء زياده ما كيكونش عنده تاثير، يكون فقط زياده. فلهذا الغرض البشرية، وعي البشري في كاع الدول العربية والعالم وصل هذا المستوى ديال التشبع، ما لا نهاية من الخدمات، ما لا نهاية من المنتوجات، ما لا نهاية من الأمور اللي كيخلق الفرق هو التميز. التميز في التواصل، في الاحتراف، في التقدير، في الشفافية، في ما خدم البيع، ما بعد البيع، ما بزاف الأمور. فهذا التميز هو اللي كيخلق الفرق بالنسبة لنا، هو شعارنا، هو أساسنا في تقديم هذه الأمور. فوالا ما شاء الله. طيب اخوي حمزه، لو ذكرت لك الان قلت لك طيب الان خلاص اسمعونا الجماعه، عارفين الفرق بين التاجر والمستثمر، عارفين كيف ان احنا نحلل وعشان نعرف كيف نختار مين التاجر مين المستثمر، قالوا لك الان طيب خلاص انا قررت ان اشق طريق الاستثمار، فما هي انواع الاستثمار؟ انواع الاستثمار كما سبقت وقلت غنحاول نفصلهم بطريقتي الخاصه بمنظوري الخاص، لانني اؤمن دائما انسان. ونرجع لهذه النقطه، واول مره وقيله غادي نتكلم على هذه المساله في الانترنت. الكتاب شيء جميل، مثلا نتكلم على امثله، شيء جميل ان نقرا ما لا نهايه من الكتب، مثلا تقرا كتابات للاستثمار لكل الامور، لكن اللي خاصو يعرفه الانسان انه انت كتاجر او كمستثمر، انت كتاجر تاجر ومستثمر تقرا ما لا نهايه من الكتب. هذه الكتب هذه الزبون، زبونك حتى هو كذلك قاري هذه الكتب، ولو انه مستهلك لمنتوج معين، شنو الاضافه اللي ما غاديش يكون داك الايفي واو افكت. واو افكت هو داك شنو هو
المسألة اللي تكون عندها قيمة مضافة للمستهلك، لأنه الآن المستهلك أصبح من الهاتف أصبح عنده ما لا نهاية من المعلومات، ما بقاش فرق بين المستهلك وبين المنتج. المنتج في الماضي القريب كانت عنده حكر في المعلومة، لكن الآن الزبون كيعرف طريقة تصنيع الهاتف، كيعرف طريقة تصنيع البيتزا، كيعرف طريقة كل الأمور. فما بقاش هذاك الجاب أو هذاك الهوة أو هذاك الفارق ديال المعلومة بين المنتج أو المستثمر أو التاجر وبين المستهلك. فلهذا الغرض حيث الكتب أو المبادئ اللي تبعها نهجها هذاك المستهلك لإنتاج هذاك المنتج معين من الخدمات، نفس المبادئ كيعرفها المستهلك، فقط مسألة وقت. المستهلك ما عندوش إمكانيات مادية أو وقت باش يقوم بإنتاج ذاك المنتوج نفسه. دونك أنا باش نمتاز دائما كنقولها الكتب شيء مهم فقط للثقافة الفكرية، ماشي كأسس اللي نعتمد عليها حرفيا لإنتاج واحد المنتوج معين أو واحد خدمات معينة. وهذا الغرابة غتكون لاحظتني في كاع التعريف والنقاش اللي تكلمت عليها من منظوري الخاص. نعم انسبيريشن من الكتب ومن التجارب من الأمور، ولكن كل إنسان بالنسبة لنا هو تجربة تتمشى على الأرجل. ألو السؤال ديالك نرجع ليه، كان كيرتكز في تكلمتي ذكريني على أنواع الاستثمار. أنواع الاستثمار. تمام، أنواع الاستثمار بالنسبة لي نقسمها، كاين الاستثمارات الرقمية والاستثمارات الغير رقمية. الاستثمارات الرقمية غادي نجيو لها، ولكن الاستثمارات اللا رقمية كل المسائل اللي مثلا في الشارع، مقهى، اوتيل كلاسيكي بطريقه كلاسيكيه، واحد المحلبه في المغرب كنسميوها محلبه، ثم كتسميوها مقشده اعتقد، مطعم، بزاف الامور اللي لا علاقه لها بالديجيتال او لا علاقه لها بكل ما هو رقمي. الانواع الاستثمار الرقميه ما لا نهايه، استثمار مثلا في الاسهم في البورصه، الاستثمار في الاي كوميرس التجارة الإلكترونية، الاستثمار مثلا في الإشهار، في معدات الإشهار ومعدات التواصل كذلك. هناك الاستثمار بصفة عامة، هناك الاستثمار النفسي الذاتي، الإنسان أنه يستثمر في نفسه، يستثمر في المعلومة. هناك الاستثمار الوطني، كاين بعض الأفراد اللي يستثمرون في الوطن ديالهم. استثمار أنا بالنسبة لي الإنسان إلى احترم قوانين الطريق، قوانين السير، انا بالنسبه لي قام بنوع من الاستثمار في الوطن ديالو، لانه احترم واحد القوانين اللي حاطها الوطن. هناك كذلك الاستثمار الفكري، الاستثمار في العلاقات، لو كابيتال ايماتيريال، الكابيتال غولاسيونيل، الريليشن شيب، كابيتال ان ريليشن شيب، العلاقات بين الناس، وفي حد ذاتها نوع من انواع الاستثمار. الاستثمار كذلك في الابناء هو نوع اللي كنعتبره من انواع الاستثمار في المستقبل. الاستثمار في كذلك في كما قلت لك في المستقبل، في التكنولوجيات المستقبليات. وهنا كيجيني واحد المثال اللي كنت قمت بنشر واحد البروفيرب ولا واحد المقولة، كنت سبق لي نشرتها في سنة 2019 سنة 2018. كنت قلت انه اذا كان جيل اليوم يلوم اجداده واباءه لماذا لم يشترون الأراضي عندما كان ثمنها بخس وثمنها قليل، فجيل الغد سوف يلوم شباب اليوم لماذا لم نستثمر في التكنولوجيات الحديثة ولم نستثمر في البورصة والأسس الاستثمار اللي العالم مرتكز بها الآن. كنت قريت واحد الخبر، واحد لاعب ريال مدريد، فريق ريال مدريد الإسباني، كنت قريت واحد الخبر كان شرى واحد اللاعب، نشوف الاسم ديالو، الشراه عن طريق البيتكوين. هذا خبر ما كناش حنا كن ما كناش كن نعم امنوا به قبل. واحد الخبر هو مهاجم ريال مدريد السابق ديفيد بالا، البالغ 27 سنه، اول لاعب في تاريخ كره القدم يتم شراؤه باستخدام العمله الرقميه البيتكوين. حدث ذلك عندما قام فريق ارسنال، انا تفاصيل الى اخره. فهي طريقه من التعاملات اللي الدماغ البشري يقولوا ما هي وايت مشفره، ما هو الكذا ما كذا. انا اعتقد ما لا نهايه من انواع الاستثمار. بالنسبه لي ما كاينش نوع او لا نوعين او لا ثلاث انواع او لا عشرات او لا مئات انواع استثمار.
عطيتك مثال بالسياقه، فنوع من الاستثمار في البلد ديالك في شخص اخر بالقمر. لكن اهم هذه الانواع، اهم انواع الاستثمار بالنسبه لي هو الاستثمار في الذات، الاستثمار في العقل البشري، الاستثمار في العلاقات، الاستثمار في المستقبل، في نفسك. الانسان اللي ما عندوش ابجديات الاستثمار في النفس صعيب عليه انه تو مانيج واحد البيزنس، ماشي صعب جدا انك تمانجي واحد البيزنس او لا تجري واحد، تقوم بتسير واحد المشروع معين سواء رقمي او طيب لا غيره. أخي حمزة، في عندك بعض الأشخاص يقول لك إن أنا حاب أوصل للثراء وأصير غني وأصير كل شيء في الحياة، ولكن يستخسر على نفسه، يدفع لا قيمة دورة تدريبية ولا قيمة كتاب يقرأه ولا شيء يستمع إليه من أجل تثقيف عقله والاستثمار في عقله. يؤمن بالربح السريع ويؤمن بالربح إن أنا بكرة أصير ملياردير وأصير مليونير وغيري يديرون عملي. فنقطة جدا جوهرية اللي ذكرت اللي هي الاستثمار في الذات. و كثير حبيت المقولة اللي إن ذكرتها، وأن سوف يلومنا أجيال الغد إذا لم نقم بالاستثمار في التكنولوجيا، وفعلا هذا أمر أنا أشوف أن لا بد منه. فإذا كان هنالك أي استثمار يجب أن يبدأ فيه أي شخص فينا الآن، هو الاستثمار في التثقف، في التعلم ما هي التكنولوجيا وكيف يستطيع استفيد من هذه التكنولوجيا. طيب بالنسبة لموضوع الاستثمار العقاري، طبعا ذكرنا ان في استثمار مثل ما انت قلت ملموس خلينا نقول او في ارض الواقع، والاستثمار التكنولوجي الغير ملموس او الابستراكت. نعم. ماذا عن الاستثمار العقاري؟ الو، الاستثمار العقاري فيه مجموعه من الانواع. مثلا الطريقه الكلاسيكيه، الطريقه الكلاسيكيه هو مثلا واحد الانسان اللي عنده واحد محفظه ماليه، اللي لم فهمتي واحد محفظه ماليه كامله متكامله، كيمشي لاحسن ارض ويقوم بشرائها وكيبني واحد المنتجع سياحي ولا منزل او لا اقامه او لا فيلا او لا اي شكل من اشكال العقار. هذه طريقه كلاسيكيه. كاين هناك انواع الاستثمارات العقاريه الثنائيه او التشاركيه. الانواع الاستثمارات العقاريه التشاركيه ممكن ناس مثلا يقوموا بتامين انسان اللي فيه مواصفات الامين الحكيم المسير الباحث والى اخره الى اخره، واحد انسان وكيقوم كل انسان وضع مثلا واحد الارض غتخصنا واحد 5 مليون دولار لبناء واحد المنزل او واحد المنتوج عقاري معين. اوكي، فممكن الافراد يحط واحد 5000 دولار 10000 دولار، حتى هو ممكن يكون عنده حد في هذاك الاناء الاستثماري وذاك الاناء اللي كيستحوذوا فيه الاموال ديال الناس كاملين. وكتكون فقط هذاك الشخص المعين بهم كاملين يقوم بالابليكاسيون بالتطبيق ديال الحذافر ديال كل الشروط اللي كانوا تهزم بها كاملين. هذا حتى هو نوع من الاستثمارات اللي هناك لحظه الان، الاستثمارات العقاريه التشاركيه. ممكن من بين اسس كذلك ديال العقار، طرق الاستثمار في العقار، كذلك الناس اللي كيستثمروا بطريقه اللي كما تنقولوا كاين واحد النوع ديال فيكسد انكم او لا واحد المدخول اللي ثابت لكن مضمون، او رغم انه قليل مضمون. الكيرا مثلا على على على, على سبيل المثال، الكيرا هو حتى هو نوع استثماري في عقاري، كيبني واحد المنتوج عقاري معين غرضا في الكراء ديالو واخذ واحد السومه كرائيه شهريا وماشي لبيعه بطريقه كامله. دونك كذلك كاين مجموعه عقار، وهذه الامور اللي انا كنشوفها وكيفاش نحاول نسهل الناس بالنسبه لها. طيب لو جاك الآن خلينا نقول أحد الأفراد وقال لك إن أنا الآن جمعت مبلغ من المال، صرت كنت أشتغل لمدة 60 سنة وصل عمري 60 عام وصار عندي مبلغ من المال، وأنا الآن سوف أصبح مستثمر وراح أشتري بيت وراح أعيش فيه، هل هذا استثمار؟ لا نهائيا. هاي شنو؟ هاي العقلية الطبيعية، فاشرح هذه لا، إيش هذا عقلية من طبيعية. العقليات. أنا نقول لك واحد المسألة. أنا فاش باقي كنتذكر فاش كنت غادي نشري اول منزل بالنسبه لي، وباقي شاب باقي شاب هكا، وكنمشي عند كنسميهم في المغربيه السمسريه، سمساره، شنو ما كنسميها السمساره. كنمشي السلام عليكم، وعليكم السلام، عبي بخير، لاباس عليك. نقول له انا بغيت نشري منزل، بغيت نشري كذا، وريني هذاك السمسار او ذاك المكتب ديال العقارات وديال النصائح الاستثماريه كذا كذا. كيشوف واحد السن تيقول
سير ما كيامنش بفكره انه شاب في هذا العصر ممكن حتى هو كذلك يشري منزل خاص به. انا لقيت صعوبه باش يوريوني بعض المنازل بعض الامور، والحمد لله لقيت هكا بشويه لقيت المنزل الاول اللي شريت. والصديق واحد من اصدقائي هو المقاول اللي كان شريت من عنده اول منزل. اوكي، هذاك المقاول ما شاء الله عنده مال تبارك الله، الله يزيده الله يسهل عليه. المقاول عنده ما لا نهايه من المنازل، وتصوري انه في محل كلاء، هو نفسه ما عندوش منزل ساكن فيه، رغم انه كيبيع المنازل. ما الله عندوش عليك. منزل، هو ساكن في محل كلاء الى يومنا هذا، ودائما كنتواصل معاه. لما طرحت السؤال علاش انت ساكن في محل كلاء رغم انك انت عندك عدد كبير من المنازل وكتبيع للناس وهذه وهذه، سؤال سويته السؤال استنكاري، سؤال بسيط، وقال لي انا من الاحسن اذا كنت غنسكن في منزل القيمه ديالو 600000 دولار او مليون دولار او كذا كذا، من الاحسن اني نستثمرها ونخلص واحد القيمه كرائيه بسيطه، هذاك الشيء اللي غادي نسكن فيه ندير بما حدش، انا كذلك باقي شاب باقي كذا. فهذه نرجع لمساله عقليه المستثمر ماشي التاجر، يا مخاطره زمان الامور. بس أنا كثير كثير حابة أركز على هذه النقطة اللي ذكرها أخوي حمزة. شفتم مثال المقاول الذي يعمل في العقارات لا يملك منزل يعيش فيه، طبعا ولكنه يملك منازل يؤجرها للغير. فالاستثمار هو مبدأ أن يكون لديك شيء يؤمن لك أرباح دون حاجتك للعمل عليه، أو خلينا نقول أنك تكون موجود فيه. هنالك فرق ما بين اللايبيليتي المسؤوليات، وهنالك فرق ما بين الأسس والأصول. أن تكون مستثمر يعني أن يكون لديك أصول وليس لايبيليتيز، لا يعني الثراء أن يكون لديك منزل وتعيش فيه. لكن هذه تفكير وخلينا نقول عقلية فقيرة جدا، لأن إذا عشت في المنزل إذا المنزل لا يصرف علي، ولكن إذا قمت بتأجير المنزل يصبح المنزل يصرف علي، وبعدين أتنقل من منزل إلى اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة. طيب وأنت غيرت رأيك ولا أنت ساكن في بيتك ولا أجرت البيت؟ لا، ساكن في بيتي، ولكن حبست انني نشتري المنازل ونخلي كذلك هما يعودوا علي بنفع في استثمارات اخرى. هذه كما قلت لك في البدايات، في الاول كانت عندي ثقافه استثماريه في العقارات اللي ثقافه بسيطه، لكن كانت عندي ثقافه كثيره في مجالات اخرى استثماريه. ولما كان الجواب خلاني نعيد النظر في مجموعه من الامور، وصح هو جواب ومنطق، لان بالنسبه لي هو منطق صحيح جدا، ولكن باش نقوم باحترام كل مستويات الفكريات ديال الناس، هناك ناس اللي الاسمى الهدف الاسمى ديالهم انهم يشروا منزل وسياره فقط، ويبقاو كذلك بطريقه روتينيه الذهاب 8 12 ساعه العمل بطريقه، هذا هو هدفهم. انا ولا انت او لا شخص اخر، دورنا ماشي نقنعهم بقساوه، لا هذاك تفكيرك خطا، لا هذاك تفكيره صحيح، ونرجعوا منطبق للشخصيه، التفاصيل الشخصيه نتاعو، تفاصيل شخصيته، هذوك هي اولوياتها، هذيك هي اهدافها، هذيك هي اكثر ما كيتمنى. فلهذا الغرض في الحياه ربي سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين باش نكونوا متكاملين، ما يمكنش نكونوا فقط كلنا ذكور او كلنا اناث في هذه الكره البشريه. ربي خلق الذكر والانثى، خلق النار والبحر، خلق مجموعه الامور كذلك في التفكير. التفكير ديالنا لانه تفكير ما خاصوش يكون فقط تيبيك، ولا واحد التفكير اللي طبق الاصل، وكون كان التفكير ديالنا طبق الاصل البشريه كامله في العالم كانت غتكون الحياه ممله جدا، ولهذا الامر كان اكد عليه بحيث مهم. لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. ما شاء الله اخوي طبعا حمزه، انت عقل عباره عن عقل ثري. انت انا الان قاعده استثمر في هذا اللقاء معك، وكلنا قاعدين نستثمر معك في هذا اللقاء، لاني قاعد اتعلم منك اشياء كثير حلوه. وطبعا مثل ما انتم شايفين انا قاعده احاول على قد ما اقدر اسحب من عقل اخوي حمزه شوي بعض الاشياء والمعلومات عشان بس نحاول نستفيد. ولكن جانب الاستثمار وجانب التجاره هي مدرسه، او هي مدارس، او هي افكار مختلفه، ولا نستطيع شملها كلها في لايف واحد. يعني ما شاء الله الوقت قاعد يمشي بسرعه، فانا عشان اترك مجال للاخرين، باقي 15 دقيقه، بفتح مجال للاسئله للاخرين على اساس ان نشوف بعض اسئلتهم اللي متعلقه في مجال الاستثمار او اي شيء. كل اي حد جاء دخل اللايف الان تستطيعون كتابه سؤالكم او اي شيء في الكوشن بوكس موجود عندكم في اسفل اللايف،
وانا بختار بعض الاسئله بدون تكرار حتى يجاوب عليها اخوي حمزه، المتعلقه في مجال الاستثمار او في مجال التجاره بشكل اجمالي. مرحبا. خلوني اختار الان. طيب، هذا السؤال قد يكون هو متوارد عند كثير من الاشخاص، هل يمكن دخول الاشخاص للاستثمار من ذوي الدخل المحدود؟